من فضاء حر نخصصها للحديث عن ملف الاغتيالات التي تستهدف أئمة المساجد وانتقال الظاهرة من عدن إلى تعز. خلال أيام قليلة قتل 3 أئمة مساجد في عدن وتعز. كانت حادثة اغتيال عمر دوكم أول عملية في تعز، ولهذا أثارت الكثير من النقاش حول ما بدا أنه عمل ممنهج ممتد من عدن إلى تعز، يهدف إلى جر المحافظة باتجاه حالة أوسع وأشد فتكا من الانفلات الأمني الذي تعانيه المحافظة منذ فترة طويلة. وعلى الرغم من أن الحديث حول من يقف خلف هذه العمليات يبقى أمرا لا يمكن البت فيه من دون أن تشير إليه الأجهزة الأمنية، إلا أن البعض انطلق في عملية بحث تجاه ما اعتبره جانيا معروفا لا يحتاج الأمر إلى كثير من النقاش. رأى البعض في اغتيال دوكم ورفيقه على أنه عملية تأتي في إطار توجه لإفراغ المدينة من الفاعلين والأصوات المعتدلة في محاولة استباقية لأي تحرك قادم، يرى البعض أنه يستهدف تيارا سياسيا محددا في إطار ما سيطلق عليه لاحقا مكافحة التطرف، وهو توجه تم تفريغ الكثير من الناشطين والصحفيين للعمل عليه منذ فترة طويلة. على الجهة الأخرى يرى فريق آخر أن هذه العملية ليست سوى نتيجة لما بات واضحا من انتشار للجماعات المتطرفة التي تعاظم وجودها بفعل الحرب وبفعل الخطاب التحريضي الذي يصدر عن بعض الشخصيات المحلية في المحافظة. وبالتالي فإن الحديث عن طرف خارجي أو مخطط مدعوم من قوى خارجية ليس سوى تغطية عن حقيقة ما يحدث على الواقع. في هذه الحلقة من فضاء حر نناقش ظاهرة اغتيال أئمة المساجد التي امتدت مؤخرا من عدن إلى تعز، وأهداف هذه العمليات ومن يحركها وتأثيراتها على المجتمعات المحلية. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا من اسطنبول أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الباقي شمسان، وسيكون معنا من تعز الصحفي أحمد شوقي. والبداية مع السؤال المشترك مع الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، انتقال ظاهرة اغتيال أئمة المساجد من عدن إلى تعز، هل لا يزال القاتل لغز مجهول؟ ليس لغزا مجهول، نحن أمام استراتيجية، يعني الإجراء مشترك هو الاغتيال، ولكن في عدن كان الهدف منها تصفية التجمع اليمني الإصلاح والجماعات الإسلام السياسي والسلفي المعتدلة، وتعميم المدخلية التيار المدخلي السلفي الذي يتزعمه هاي بن بريك، وهو مذهب له سنتحدث عليه في خلال اللقاء. في تعز مخطط لها أيضا أن عنصرين، اللي هو شحن الذاكرة الثائر وبنفس الوقت تهيئتها لأن تكون أرض معركة بين الحوثيين والجماعات الإسلام السياسي، بين الحوثيين وتيار المؤتمر الشعبي العام، بحيث يتم استنزاف القوى اليمنية في هذه المدينة، في مدينة منهكة وتعتبر الحامل المجتمعي للثورة والتغيير، وبالتالي لابد من إضعاف مطالب الجماهير. أعتقد أن المخرج هو واحد، ومحاولة دعشنة تعز معروف، يعني رغم أنه متوقع من فترة طويلة، لكن لا خوف على المدينة طالما هناك وعي، سيتم تصفية الكثير وسيتم إملاء الذاكرة بالثارات حتى يكون لدينا صراع متعدد وطني جمهوري ملكي سني شيعي سلفي معتدل مدخلي. هذه هي الخلطة التي يسعون إلى زرعها في مدينة تعز. نعم، نفس التساؤل أيضا للأستاذ أحمد شوقي. أستاذ أحمد، انتقال ظاهرة الاغتيالات من عدن إلى تعز، هل لا زال القاتل مجهول، ولا زال يعني من يقف وراء هذه الاغتيالات لغز، لا أحد يعرف من هو؟ للأسف هو لغز وأحجية ويعني سر غامض من الأسرار التي يعني أصبحت يعني ليس بوسع أحد أن يكشفها لنا. ربما لا أفهم أنا إلى أي مدى يمكن أن نصبر على مثل هذه الجرائم والوقائع.
نحن في تعز طبعا هناك حالة شبه خاصة تتعلق بكون المدينة تتمتع إلى حد ما بوعي أو حصانة فكرية ضد التحريض الإرهابي، لكن خلال الفترات الماضية نحن شهدنا حملات تحريض قوية جدا، وإذا كان هناك فاعل خارجي فنحن نتكلم أيضا عن مدينة إلى حد ما لديها استقلالية في الرأي، الناس هنا في تعز لديهم استقلالية في الرأي، وهذا عكس نفسه على الوضع أيضا، هناك إلى حد ما استقلالية في التحرك ولو كانت استقلالية بسيطة، وبالتالي نحن نتحدث عن مربع صغير في حدود 3 إلى 4-5 كيلومتر الذي هو المدينة يعني العاصمة المحررة. هذه العاصمة إذا يعني من الغريب أن يتم فيها حدوث اختراقات بدون وجود أعتقد بشائر سابقة أو مؤشرات سابقة على هذا الاختراق. الجانب الآخر أن هناك أيضا حملات تحريض وهناك يعني عملية تجييش ضد المدنيين، أصحاب مخرجات الحوار، أصحاب الأقاليم، أصحاب ثورة فبراير، أصحاب ثورة سبتمبر، أصحاب مش عارف إيش، ومثل هذا التحريض يعني غير مفهوم، يعني أقصد ما سر دوافعه في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت، ونحن لنا سنتين الآن على هذا الكلام. باعتقادك أحمد إذن هذا التحريض له علاقة مباشرة بالاغتيالات التي تحدث الآن في تعز؟ لا أستطيع أنا أن أقول أنه له علاقة مباشرة بطبيعة الحال، نحن الآن أقصد في النهاية نحن لسنا ضباطا ولا محققين ولا يعني مديرية استخبارات لكي نحدد هل له علاقة أم لا، ولكن نحن نتحدث عن وجود تحريض قائم، وهذا التحريض يعني أصبح الآن نشوف الشخصية التي حرض ضدها بعضها الآن يستهدف، وعمر دوكم أعتقد أنه ليس فردا عاديا، هو أحد الأعلام في هذه المدينة وأحد الرموز، وبالتالي حينما يتم استهدافه وهو شخص ليس له عداوات وليس له يعني خلافات مع أي طرف حسب ما نرى، وكما شهدت بذلك جنازته أن الناس مجمعين على عمر دوكم، حينما يتم استهدافه فهنا يعني يجب أن نقف على الأقل ونقول أن إذا كان هناك قناعة يعني ثابتة عند البعض أن هذا التحريض ليس له علاقة بما يجري، فنحن نقول أنه لا يجب التشويش على مثل هذه الجرائم بمثل هذا السلوك. نعم. طيب دكتور عبد الباقي شمسان، كانت بداية الاغتيالات كما تعلم هي في عدن، قتل عشرات الأئمة من المساجد في محافظة عدن، ولم يجد حتى الآن أي من هؤلاء الضحايا من هو الجاني ومن القاتل ومن يقف ورائه. الآن انتقلت إلى تعز، هل تعتقد أن المخطط نفسه في عدن وفي تعز أم في تعز يختلف الأمر؟ دعني أقول للصديق من تعز أننا لسنا ضباطا، ولكن أيضا نحن نقارب من منظور استراتيجية الصراع ومن منظور ما يسمى بعلم النزاعات. اللعب أو المحرك هذه الخيوط هي الإمارات العربية المتحدة بشكل واضح، وهي لعبت دور كبير في تعميم المذهب المدخلي في المناطق الجنوبية بهدف السيطرة على الفضاء المسجدي في عدن وإخراج القيادات الوسطى والمتوسطة للإصلاحية من المساجد للسيطرة عسكريا وأمنيا ودينيا وأيضا عبر علاقات اجتماعية. بالتالي التيار المدخلي هو أيضا نفس كتائب التوحيد في ليبيا الذي يدعم حفتر والذي مدعوم من الإمارات العربية المتحدة، بالتالي هذا التيار لا يرى أي إشكال في وجود المحتل الأجنبي تماما كما زعماء التيار الذين كانوا لا يتخذون موقفا من وجود القوات الأمريكية لضرب العراق. بالتالي هذا التيار يعتبر كل الجماعات السياسية الإسلامية أو الذين يتحزبون أو الإسلام السلفي يعني يعتبرهم أهدافا يتم تصفيتها. اللاعب نفسه في تعز بدأ بتصنيف أبو العباس وبدأ بشحن الذاكرة، وبالتالي تعز مخطط لها وفقا لاستراتيجية فك ارتباط الجغرافية الوطنية أن تكون جغرافية صراع بين الحوثيين وجماعة الإسلام السياسي، بين الجمهوريين وملكيين، بين السنة والشيعة، بين مطلع ومنزل، حتى يتم استنزاف كل القوى اليمنية في عملية. وبنفس الوقت إذا مشأوا أو اتخذوا الطريق نحو فك ارتباط الجنوب تكون الشمال منشغل في معارك وطحانات، ولهذا
علم النزاعات يقول لابد أولا أن نملأ الذاكرة بالثارات وأن نخلق عمود. نحن نقول من المستفيد من هذه العمليات؟ المستفيد واضح، لكن ليس المسألة بمعنى نحن لا نفهم في علم النزاعات، لا، نحن أمام استراتيجية تشبه استراتيجية العراق، بمعنى ينبغي على كردستان أن تستقر وهي مناطق الجنوبية اللي يقابلها، وينبغي أن تكون بغداد مشتعلة، ولكن هنا ليس بغداد العاصمة ولكن مدينة تعز مع فصل تعز عن الساحل الغربي. طيب، لذلك التصفيات حتتم ليس فقط لاستهداف جماعة الإسلام السياسي، بل أيضا لاستهداف جماعات عسكرية وأمنية واستخباراتية بهدف تضليل الرأي العام وعدم تحديده. نحن أمام مدينة ثقافة، مدينة لديها وعي، على المدينة هذه أن تتخذ استراتيجيات وأن لا ترد الفعل بشكل مباشر عند التصفيات. إذن دكتور، إذن هو ردة الفعل حتى يتم تراكم الثار، من ثم ندخل في دورة دم. ولهذا مدينة تعز الحامل الجمهوري، الحامل الديمقراطي، حامل مخرجات الحوار الوطني، عليها أن تتحصن وأن تعد خطط لإيجاد لحمة سياسية، كيان سياسي، خطة أمنية، استراتيجية، طيب، إنسانية، إعلامية، وحتى طيب استخباراتية. طيب دكتور، إذن أنت من خلال حديثك بأن الفاعلين المحليين لا علاقة لهم بهذه الاغتيالات التي تحدث الآن في عدن وانتقلت إلى تعز، ومن يقف وراءها هو طرف خارجي، هو من يعمل على تغذيتها ودعمها من أجل كما تحدثت يعني تمزيق الأبناء، يعني اللحمة اليمنية في الداخل، وتشتيتها وإثارة النعرات والثارات. ليس النعرات، المنفذ يد محلية، التنفيذ محلي، ولكن ليس الهدف النعرات، الهدف تهيئة تعز كأرض لتصفية المعارك واستنزاف القوى اليمنية في معارك طاحنة وطويلة. ينبغي أن تكون المعارك بعيدا عن حدود السعودية، ينبغي أن تكون المعارك في مدينة الحاملة للمشروع الجمهوري وبعيدا عن الحدود السعودية، وهناك ضمانات للسعودية بأنه سيتم استنزاف الحوثيين واستنزاف التجمع اليمني للإصلاح في أرض تعز. ولهذا أنا أعتقد المدينة عصية جدا بوعي شبابها وبصمودها أن تكون لقمة صغيرة، ليس النعرات وإنما إملاء الذاكرة بالثارات. نعم أستاذ أحمد شوقي، إذن الدكتور عبد الباقي ربما رأيه واضح بأن كل ما يحدث الآن وحدث في عدن ويراد أن ينتقل إلى تعز ويعمل بأيادي خارجية، والمنفذين محليين يعملون على تمزيق اليمن، يعملون على خلق الصراعات من أجل أن تبقى اليمن ربما شبيهة بما يحدث في العراق وفي سوريا وغيرها. ما رأيك أنت، هل هو فعلا يعني الطرف الخارجي هو من يقف وراء كل ما يحدث، أم أيضا هناك يعني أطراف محلية لديها يعني لديها رؤية أيضا تتماشى مع هذا التوجه؟ أولا أود أن أشدد على اعتزازي بالدكتور عبد الباقي شمسان وتقديري لآرائه وتحليلاته، لكن في هذه النقطة أنا أيضا أبحث عن المستفيد من إطلاق مثل هذه التهم على أطراف معينة، خصوصا وأن القضية إلى الآن للأسف لم يحدث فيها أي جديد، لم تتضح فيها المعالم. الأستاذ شوقي القاضي قبل أيام كتب حول الموضوع، وإن هناك أيضا شاب يعني قال بأنه كاد أن يقتل الأستاذ عمر دوكم لولا أن الشيخ علي القاضي أقنعه بأنه مسلم يعني وليس ملحد أو علماني بهذا المعنى. يعني أنا أقصد أن هناك أيضا هناك عملية شحن وتعبئة قائمة داخل تعز. نحن ليس من مصلحتنا توجيه الاتهامات قبل أن نحسم قضية التحقيق في الموضوع، لأنه إذا وجهنا الاتهامات وإذا افترضنا أن هذه الاتهامات بنسبة 10% خاطئة، نكون قد قتلنا قضية الرجل وسمحنا بهذا الانفلات وهذه الاغتيالات وهذه الجرائم أن تتسع أكثر. في هذه القضية يفترض أن تكون هذه القضية قضية وطنية حقوقية،
لا تقبل التسييس في هذه المرحلة. عملية التسييس في قضايا كهذه هو إفراغ لهذه القضايا من مضمونها وإدخالنا في سجالات داخلية. الأطراف اللي موجودة والتي محسوبة على الإمارات يعني طبعا الله أعلم إذا كانت تقوم بتنفيذ يعني أجندة استخباراتية من هذا النوع، لكن ما نعرف عنها أنها أيضا لديها سقف اسمه تعز، ومستوى العلاقات مع الإمارات أو مع غيرها ربما يقف عند حدود أن نحافظ على ما هو موجود في تعز وأن نحافظ على بعضنا في تعز. نحن لا نريد أن نخرج من قضية الاغتيالات وضرورة أن يكون هناك محاسبة للمرتكبين الاغتيالات، وضرورة أن نحافظ على النشطاء وأن نحافظ على خطباء المساجد وأن نحافظ على قادة الرأي وأن نحافظ على السياسيين وأن نحميهم، إلى قضية تبادل الاتهامات وبالتالي الانشغال أيضا بمعارك جانبية تلهينا عن حفظ أمننا. نحن في تعز إلى حد ما لدينا ليس حصانة فقط فكرية أو مدنية، ولكن لدينا إلى حد ما حصانة عسكرية أو ممكن نقول ديموغرافية تجاه هذا النوع من الاختراقات. الحوثي خلال السنوات الماضية رغم كل محاولات الاختراق ورغم نجاحه في اختراق بعض المناطق في تعز أو بعض الأماكن، أو كان هناك أيضا ردات فعل قوية جدا ضد هذه الاختراقات، وبالتالي إذا حصلت اختراقات استخباراتية من هذا النوع واتضحت الصورة على الأقل ولو بمؤشرات أولية حول هذه القضية، ستجد أن المدينة نفسها تتحصن من هذه العملية وتحزم أمرها باتجاه رفض لا. هذه الاختراقات. لكن إلى الآن لم يثبت هذا الكلام، ولا نريد أن ندخل في جدل يضيع قضية هؤلاء طيب. القتلى ودماء طيب هؤلاء الشهداء. نعم طيب أستاذ أحمد، لكن كما تعلم كان يعني حدثت في عدن عشرات العمليات المشابهة لما حدث في تعز، يعني البعض يقول لماذا تبحثون أنتم عن يعني فاعل آخر وتبتكرون يعني منفذ مختلف عن ما هو في عدن، رغم أنه نفس الدلائل ونفس الآلية ونفس المنهج الذي في عدن انتقل إلى تعز؟ اولا انا اريد ان اقول هناك في السياسة دائما هناك دول مثلا واقاليم ومجموعات كبيرة تكون لاعبة ومحركة، وهناك أيضا جماعات صغيرة تكون لديها مصالح خاصة بها، قد تكون فئوية أو قد تكون حتى أحيانا شخصية متعلقة بأشخاص ذوي نفوذ داخل هذه الجماعات، ويستخدمون عمل هذه الدول وتحركاتها من أجل تنفيذ أجندتهم الخاصة ومصالحهم الشخصية وتصفية ثاراتهم الشخصية، وهذا حصل خلال فترة الحرب بشكل كبير جدا. نحن وجدنا هناك مناطق مثلا انقسمت ما بين حوثيين ومقاومة، لا الذي هم مع الحوثيين حوثيين ولا الذي هم مع المقاومة مقاومة، ولكن البدين بينهم ثارات شخصية، وبالتالي كل واحد لعب على ثاراته ويعني أخذ الداعمين في معاركه. لكن على يعني فيما يخص إجابة سؤالك بشكل أكثر دقة، فيما يخص عدن الإمارات تقريبا لديها سيطرة واضحة باعتراف الحكومة الرسمية أن عدن الإمارات صاحبة القرار الأول في عدن، وبالتالي من الطبيعي مثلا أن نقول حتى من باب أولى وبكثير من الحرص أن نحن ما يحدث في عدن من اغتيالات تقع تحت مسؤولية الحكومة أو الإمارات بحكم سيطرتها أو نفوذها الموجود داخل المدينة. لكن حينما نتحدث عن تعز مستوى سيطرة دولة معينة سواء كانت الإمارات أو السعودية أو غيرها من دول التحالف أو قطر أو غيرها هو مستوى محدود وضئيل جدا بالمقارنة مع ولاء كبار الضباط على الأقل القادة العسكريين السلطة المحلية قادة الأحزاب للحكومة الشرعية. وهنا نتحدث حينما نتحدث عن مسؤولية طرف معين أو نقارنها بعدن ستكون المقارنة يعني ليست دقيقة على الأقل فيما يخص يعني أسباب المقارنة أو دوافع المقارنة. طيب. وبالتالي نحن نريد أن نتريى في هذه النقطة بالذات، نريد أن نتريى طيب. ونريد أن يتوقف خطاب التحريض لكي لا يشوش على الأقل إذا كان هذا الخطاب غير متورط في هذه العملية لا يشوش على الفاعلين الحقيقيين. طيب دكتور عبد الباقي شمساني، إذن الأستاذ أحمد سمعت ما يقول بأنه يجب التريث وعدم توجيه أصابع الاتهام ومقارنة تعز بما هو في عدن. عدن صحيح الإمارات مسيطرة ولديها كل الأجهزة الأمنية هي التي تتحكم بها، لكن تعز الوضع مختلف تماما، القادة العسكريين موالين للشرعية، القوى السياسية أيضا حية ولا يمكن أن تنجر أو يعني تدار من الخارج، وتعز وضعها مختلف تماما عن عدن. يعني اولا اوضح لاحمد من تعز يعني علينا عليه يستمع لي جيدا، علينا التمييز بين الفعل الجنائي وبين الفعل السياسي والعمل الاستراتيجي. نحن لا نخلط الاوراق ولا تستمر ضبط النفس اجراء التحقيقات، هذا شيء مفروغ منه، ولا نحمل التهم. نحن في حاله حرب ولا ننتظر، نحن ليسنا في حالة سلم واستقرار والبحث الجنائي يسأل، هذا وحده مستقل. المدينة مستهدفة
والمدينة مستهدفة منذ ما يقارب منذ اللحظة الأولى لتحرك الحوثيين صالح نحو عدن، وهناك مشروع لدعشنتها، وبالتالي الحديث بمثاليات وبحياد. نحن الآن نتفق أنه علينا ألا نخلط الأوراق، لكن كيف تبدأ الصراعات؟ تبدأ هي قطرة قطرة، نبدأ نشوف من الجماعات المستعدة لتصفية الآخر، من الجماعات اللي بينها صراع يسموها خارطة النزاعات، هناك خارطة للنزاعات، هناك جماعات استخبارات في المدينة، هناك نحن لا نتعامل بحسنية، هذا حرب، نحن أمام صراع استراتيجي إقليمي، علينا أن لا نتحلى بنقاء السريرة، علينا أن نضع سيناريو أنه فعل جنائي. نحن لا نتكلم عن دوكم كشخص، نحن نتكلم أن هناك عملية تراكم تستمر، وأن تعز مستهدفة منذ 3 سنوات ولم ترفع عن الحصار، والأمر سهل، لم يقدم لها السلاح. مدينة تعز ثقل ديموغرافي، تم فصل الساحل الغربي عنها وبقاها محاصرة، تم فصلها عن المناطق الجنوبية، بقعت مجزأة. لماذا هذا؟ هل نحن لسنا من القراءات والمقاربات البسيطة؟ مهما كانت العمليات بسيطة تحدث تراكم، حتى أي عمليات اغتيالات بين الحدود بالمناطق الشمالية والجنوبية، هذا يدخل في علم النزاعات في وجود فجوة طاردة بالجغرافية. وبالتالي نقول نحن عندما نتحدث لا نوجه اتهام ولا نقول نقوم نعوم المسألة، نحن نوجه سيناريوهات، بمعنى على هذه المدينة أن تقوم بالتحقيق بمن تم اغتيال دوكم ومن سيتم اغتياله في المستقبل، وعلينا أن نكون حذرين في المناطق المتاخمة للمناطق الجنوبية، علينا أن نعد رؤية استراتيجية. هناك علم اسمه علم النزاعات وكيف يمكن لك أن تفجر نزاع، كما قلت أنت قبل قليل، الضيف من تعز قال لا هؤلاء مقاومة ولا هؤلاء ثوريين، أنا لما أكون متخصص أنظر أين خارطة الصراع ثم أفجرها، تبدأ خطوة خطوة من سلح الجماعات العسكرية حتى تتوازن مع بعض القوى في تعز، من يقدم المرتبات بعيدا عن السلطة، من يحاصر مدينة تعز، هل هذه عمليات بريئة، هل هذا بقاء تعز لما بقاء تعز ويحاصرها 30,000 مقاتل بكامل اعتادهم بعيدا عن حدود السعودية، 30,000 مقاتل حتى يتم في حال اغتيال صالح يخلق توازن، 30,000 مقاتل حتى يتم إضعاف المدينة الحاملة للمشروع الوطني بالقوة والفعل. نحن لا نتعامل ببراءة، نعم، ولا نحاول أن نحمل التهمات. طيب، نحن في حالة حرب أستاذ أحمد، ولست في استقرار. نعم نعم أستاذ أحمد، إذن الدكتور عبد الباقي يقول لا يجب أن نتعامل ببراءة، وهناك مشروع لدعشنة تعز وقتل مدنيتها، ولا يمكن نتعامل ببراءة مع يعني ما يحدث من تعز لدعم فصيل ضد فصيل، دفع رواتب فصيل وتقوية فصيل على الآخر، والمشروع بدأ واضح. أخي الكريم، نحن لا نتعامل ببراءة ولكن نتعامل بمسؤولية تجاه تعز وتجاه أبنائها. نحن في تعز لو كان لدينا الإمكانية والفرصة والدعم أو على الأقل التمويل والإيرادات التي تمكننا من أن نكون يعني لدينا نشغل أجهزتنا التنفيذية والأمنية والعسكرية لتصرفنا بشكل أفضل من الآن، واتخذنا حتى مواقف فيما يخص ربما هذا هو جزء من السيناريو المراد لتعز، ولكننا نحن ربما هذا يعني جزء من السيناريو المراد لتعز، نعم، إضعاف الأجهزة الأمنية على حساب تقوية الميليشيات والجماعات الخارجة عن الدولة. الإشكالية أخي الكريم حينما لا نكون لدينا أدلة كافية على هذا الكلام، نحن نعترف ونعرف أن هناك استهداف لتعز وأن هناك تضييق على تعز وحصار لتعز، حصار يكاد يكون من جميع الأطراف، من جميع الفاعلين المحليين والدوليين والإقليميين، يعني هناك ما يشبه الطوق المضروب على تعز. ونحن من أجل هذا الكلام لا نريد أيضا أن نستدعي معارك إضافية غير واضحة الملامح ولا نعرف أين نهايتها. نحن ليس لدينا الخوف ولسنا مرتعدين ولسنا مرتعبين ولسنا مرتهنين لكي لا نوجه الاتهام أو نخوض مواجهة مع هذا الطرف أو ذاك، ولكن نحن نقيس أيضا مصالح أبناء مدينتنا ونقيس أيضا سلمهم الاجتماعي ونقيس الوضع الذي لدينا. أين تكمن مصلحة أبناء تعز؟ في أوقات سابقة، اسمح لي عفوا، سبق وأن تحدثنا في أوقات سابقة حول موضوع أبو العباس، وقلنا بأن أبو العباس هو أعقل الخصوم
للأطراف السياسية التي قد تشعر به أنه خصم، فيما هناك أيضا خصوم آخرين، وهناك جماعات يعني قد تكون أو قادة ميدانيين أو قادة مجاميع أو غيرهم قد يكونوا من السوء بكثير، فيما إذا لو تم استهداف سين أو صاد من القيادات الموجودة بشكل عمدي أو بشكل قصدي أو بناء على معارك مع أطراف خارجية، يظهر أولئك ويتولوا المسؤولية ويبنوا لهم نفوذهم الخاص، وحينها لن نستطيع لملمة زيد على عمرو. نحن نتحدث بمسؤولية وبعقلانية، وأعتقد أن إذا تم التواصل مع قيادة الحزبية في تعز واختاروا من شئتم سيقولون لكم نفس هذا الكلام. الآن إذن الآن نحن بحاجة إلى أن نعمل على هذا الموضوع في سياق أننا أولا يجب أن نضع حد لقضية الاغتيالات وأن نحولها لقضية وطنية وقضية أخلاقية، وثانيا أن قضية حماية تعز وأمن تعز وجيش تعز، هذا الآن أمن تعز الأمن فقير، أمن بلا إمكانات، أمن بلا أطقم، بلا تسليح، لا خفيف ولا ثقيل، الأسلحة هي أسلحة شخصية خاصة بالأفراد، السيارة هي خاصة بالأفراد جاءوا بها من بيوتهم إلى إدارة الأمن، ليس هناك تجهيزات، ليس هناك غرف عمليات، ليس هناك منظمة اتصالات، ليس هناك أي شيء لأجهزة الأمن. ولكن ألا تعتقد أستاذ أحمد، أستاذ أحمد ألا تعتقد أن تشتيت يعني من الفاعل أو عدم توحيد الجهود لتحديد من يقف وراء هذه الجريمة هو سيضر تعز وسيطالها شر كما طال عدن من قبل؟ هل نحن نشكك على حقائق موجودة أم نحن نشكك في ضرورة أو النزوع إلى تحديد فاعلين قبل أن يكون هناك يعني حتى مؤشرات على هذا الكلام؟ نحن قسنا بماذا حكمنا أن هناك فاعل خارجي فيما يحدث في تعز أو هذه جريمة الاغتيال التي حدثت بناء على ما يحدث في عدن. طيب نحن نقول أن تعز لديها إلى حد ما استقلالية لدى قادتها العسكريين، لدى قادتها السياسيين، لدى أحزابها، لدى قواها، حد من الاستقلالية عن الارتهال للخارج إلى حد ما، لا نقول إلى أن هناك استقلالية كاملة. ونحن نقول بناء على هذه الاستقلالية وبناء على كون المدينة صغيرة وكوننا نعرف بعضنا البعض إلى حد كبير، فيصعب أن نقول أن هناك فاعل خارجي قام بهذه الجريمة في تعز، إلا إذا كنا قد حددنا أو صنفنا بعض المجموعات أو بعض الأشخاص بشكل مطلق أنهم يعملون لصالح جهات استخباراتية خارجية، وحسبنا هذا الأمر من خلال تجاربنا مع بعضنا البعض، في هذه الحالة يحق لنا الشك. أما الآن إذا أتيت أنت إلى أي قيادي سياسي وقلت ما رأيك بالجهة الفلانية أو الجهة العلانية، فإنهم سيتحدثون عن أنهم يعني أبناء المدينة وهم من قادة المدينة وأبناءنا، ويجب علينا إيش أن نتعامل طيب مع خلافاتنا بشكل طيب أفضل. إذا جينا طيب نتحدث عن موضوع الاختراقات التي تحصل في عدن، الموضوع مختلف، الموضوع طيب مختلف. دكتور عبد الباقي، إذا من خلال ما تحدث الأستاذ أحمد شوقي، نعم دكتور عبد الباقي، من خلال ما تكلم الأستاذ أحمد شوقي، إذا المشكلة هي في أبناء تعز أنفسهم، يعني هو يتحدث أحمد يقول حتى لو ذهبت إلى مش عارف يتكلم إنه لو ذهبت حتى إلى نعم مثل السلطة المحلية. نعم نحن كلنا من أبناء تعز، ونحن عندما نتحدث بمسؤولية، وهو الآن يتحدث لا يستطيع الفصل بين عملية اغتيال دوكم وبين ما هو مخطط. نقول له هنالك مخطط، يعني هل مدينة تعز الآن التي ميزانيتها لما كانت $5,000 لمدة 3 أشهر للأمن، هل مدينة تعز التي دون أسلحة متوسطة، هل مدينة تعز المحاصرة لمدة 3 سنوات، هذا ما زلنا نقول سنختبر دول التحالف وليس هي مستهدفة؟ هذا جنون. المدينة تتم اغتيالها شيئا واستنزافها في عملية، هناك عملية يعني ما يسمى احتراب دون تحقيق انتصار. ومن هنا عندما نحن نوجه كلام، ليس هدفنا أن نزق بالمدينة نحو نزاعات، نحن نقول ننبه أن مدينة تعز مستهدفة. هل بعد كل 3 سنوات هي غير مستهدفة؟ هل حصارها وفصل الساحل الغربي وفصل المنطقة عند المطار القديم عمل غير ممنهج؟ هل وقوف القوات الإماراتية والدول التحالف عند خط الفاصل بين الشمال والجنوب عمل غير مدروس؟ هل طرد أبناء تعز من عدن وإخراجهم بتلك الطريقة أمر غير مدروس؟ هل تم يعني تعيين محافظ لها بعيدا عن دول التحالف؟ هل تعمل القيادات وفصلها في تعز بعيدا عن الإمارات؟ لا، أيش هذا الجنون؟ نحن نتحدث كأبناء تعز، ولكن لا نخلط الأوراق، لا نتحدث عن جريمة فردية، هي تبدأ بجريمة فردية. نحن نقول الجرائم الفردية سوف يتم التحقيق بها جنائيا، لكن هذه الجرائم الفردية سوف تتصاعد وتتم التنوع فيها
بين فئات طيب مختلفة. دكتور عبد الباقي، وعلينا لكن أن نضع سيناريوهات، طيب سيناريو طيب في حال ما دعشنت المدينة. أنت الآن تتحدث، أنا كنت أعرف أن الميزانية 5000 دولار قبل المحافظة المعمري ل3 أشهر، نعرف أن هناك الإسلحة، بالتالي هل هذه ليست مؤامرة؟ هل نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الجمهورية قادر على العودة إلى تعز؟ ألا تعتقد دكتور عبد الباقي أنك الآن تبالغ في هذا التخوف الكبير ونظرية المؤامرة على تعز؟ لا أبالغ، نحن لدينا مدينة تعتبر الضامن الوحيد لمخرجات الحوار الوطني، الحامل الوحيد، لا تتحدث عن شيعة ولا سنة، لا تتحدث عن شمال ولا جنوب، مدينة تتحدث عن مخرجات الحوار، مدينة تتحدث عن اليمن الجمهوري، مدينة لديها وعي، مدينة لديها ثقل ديموغرافي، بالتالي هذه المدينة التي لسنا بحاجة إلى أن نقوم بتعبئتها ونثبت لها أنها جمهورية، لماذا لا يتم توظيفها لأن تنتشر شمالا وجنوبا لتحمل المشروع؟ هل هذه ليست مؤامرة؟ لماذا حتى الآن المدينة بدون دعم صحي ولوجستيكي؟ هل دول التحالف غير قادرة على دعم المقاومة؟ لماذا هذا الشح في الدعم الصحي؟ هل هذه براءة؟ أنا لا أبالغ بنظرية طيب المؤامرة. نعم. أنا أضع في لحظة الحرب مجموعة سيناريوهات، سيناريو عملية جنائية، سيناريو على الدعشنة، سيناريو في لكن حال الحصار، لكن دكتور سيناريو دكتور في عبد حال الباقي الانتصار لكنك الشمال تتجاهل الجنوبي، ايضا سيناريو في دكتور حال عبد الباقي لكنك تتجاهل ايضا يعني انتشار هذه الجماعات المسلحه في تعز والمجاميع المسلحه بشكل كبير، انتشار الخطاب المتطرف داخل تعز وكلهم من ابناء تعز، وتحملون كل المشاكل على التحالف العربي، لماذا؟ إذا كان التحالف العربي قاعد في يعني إضعاف الجماعات المتطرفة، تقوية السلطة الشرعية ودعمها بالسلاح وبالعتاد والسلاح وتقوية الأمن والاستخبارات وخلق الدعم الإنساني للمواطنين كفيل وإعادة الحياة المدنية والإعلامية، تعز في هذه الظروف الحرب قادرة أن تعيد فيها الصحافة، قادرة أن يتم فيها مسرح، قادرة أن تقدم أعمال فنية داخل بين طلقات النار. وبالتالي نحن إذا كان إضعاف الرئيس في الرياض وعدم قدرته على العودة، هذا برضو ننتظر، نقول ربما ننتظر حتى نشوف إنه هدفهم إبعاد الرئيس ولا هدفهم حمايته. نفس الحكاية، هناك استهداف مدينة تعز، لماذا يتم دعم أبو العباس بالسلاح والمال؟ لماذا لا يتم توحيد الجيش ومؤسسة الأمنية؟ لماذا لا يتم يعني دعم المقاومة تحت تراث الدولة؟ هل هذه مش مؤامرة على المدينة؟ 3 سنوات غير مؤامرة، كم ننتظر لما تنتهي المدينة؟ نعم. طيب أستاذ أحمد، يتحدث البعض أيضا أن عملية استهداف عمر دوكم خطيب مسجد العيسائي هو لتغييب جميع الأصوات المؤثرة، جميع الأصوات المعتدلة، وهذا هو يعني عمل ممنهج ولم يكن عمل فردي أو جنائي، وهذا يؤكد أيضا حقيقة يعني ما يقولها الدكتور أن هناك مؤامرة على تعز لاستهدافها، لتمزيقها، لبقائها تحت الحصار، تحت النزاعات. يعني هناك استهداف، هناك استهداف لتعز، نحن لسنا بحاجة للتذكير، أو على الأقل لسنا بحاجة للمزايدة علينا في معرفة هذا الكلام وطرحه. نعم. نحن نطرح هذا الكلام بشكل شبه يومي ونقول أن تعز تعرض لعقاب جماعي بسبب خلافات يعني أو بسبب استهداف جماعة حزب الإصلاح في تعز، الرغبة في استهدافه، يتم معاقبة أبناء تعز جميعا تحت هذا الدافع وهذا المبرر. لكن أن نتحدث حول استهداف تعز هذا موضوع، وأن نتحدث حول حادثة اغتيال الصديق عمر دوكم هذا موضوع آخر. يعني نحن لا نقبل أن يتم تسييس قضية عمر دوكم حتى لا تضيع بين الأدراج، وحتى لا يتم تفريغ طاقتنا وجهودنا بدلا من البحث عن الفاعلين لكنها في الأساس جريمة سياسية أستاذ أحمد، كل طرف في ومن الأساس جريمة سياسية أستاذ نعم. أحمد، هي في الأساس جريمة سياسية، كيف لا يمكن تسييس حادثة مقتله؟
هو استهدف لأنه رمز سياسي معروف. التجاذبات هذه هي التجاذبات هذه هي التي ستضيع قضية عمر دوكم. هذه التجاذبات هي التي ستضيعها. نحن نتحدث أنه يجب أن يتم العمل بكل جهد والضغط لإحداث يعني اختراق في هذه القضية، أن يتم التحقيق بشكل مستقل وبشكل جاد والكشف عن الجنى والفاعلين. ونحن في مدينة صغيرة، ليست مدينة كبيرة حتى نتوه كل هذا التوهان. نحن في مدينة صغيرة وبالإمكان بقليل من الجهد وقليل من الإمكانيات، حتى ولو كانت ذاتية أو عبر داعمين محليين داخلين داخل المدينة، أن نستطيع الكشف عن الفاعلين الرئيسيين، ومن ثم نحدد من الجهات التي تقف خلفهم. هذا هو ما نريد الآن. لا نريد أن نتحول إلى سجالة داخل المدينة وبالتالي تحدث عملية استقطاب وعملية عدم تعاون في الكشف عن هؤلاء القتلة. هذا جانب. أما نعم. جانب استهداف تعز فهو استهداف ممنهج منذ 3 سنوات. نحن نعرف هذا الكلام. نحن نعرف أن هناك مثلا موارد تعز، لا يتم الاستفادة من موارد تعز، ولا تم تقوية الحكومة الشرعية، ولا تم دعم الأجهزة التنفيذية وأجهزة الأمن بالتجهيزات اللازمة والنفقة التشغيلية اللازمة، وأنه عملية تحرير تعز عرقلت أكثر من مرة بسبب عدم وجود ثقة ما بين يعني التحالف لا يثق مثلا بالقادة المحليين لأسباب تخصه أو ربما أسباب تخصهم لا نعرف بالضبط. هناك مشاكل كثيرة جدا، وهناك استهداف لتعز، وهناك نحن نعرف هذا الكلام ولسنا بحاجة لدروس في هذا الموضوع. نحن نعيش داخل هذه المدينة، نحن لسنا من خارج هذه المدينة ولسنا من خارج هذا النسيج. نحن ندافع عن مدينة تعز وعن أبنائنا وعن أنفسنا وعن عائلاتنا. لا نتحدث من أجل مصالح خارجية أو مصالح طرف خارجي، نحن نتحدث من أجل مصالحنا. نحن لا نريد الآن أن تتحول قضايا الاغتيالات السياسية إلى مناكفات، وأن تكون هناك قد إذا افترضنا جدلا يا أخي، افترض بنسبة 10% أن هناك جماعة محلية متطرفة تقوم بالاغتيالات، إذا اغتيال بعد اغتيال بعد اغتيال بعد اغتيال سيتم، ولا يستطيع أحد عمل تحقيقات في الموضوع لأنه يشعر أن الموضوع أزمة كبيرة وأنه متعلق باستخبارات خارجية وأننا لا نستطيع الوصول وأننا قد نقبض على بعض هؤلاء الأشخاص، وبالنهاية هؤلاء الأشخاص يتسببوا في تدميرنا جميعا، يعني أو استهدافنا أو استهداف من يقبض عليهم أو استهداف المسؤولين الذين يبحثون عن المجرمين. أو يعني ليش نخلق هذه الفوبيا المرعبة أمام مسلك الدولة ومسلك القانون في الكشف عن الجرائم؟ طيب دكتور عبد الباقي، دكتور عبد الباقي، إذا لماذا خلق هذه الفوبيا أمام سلك طريق الدولة التي هي ستتولى مهام التحقيق والكشف عن من يقف وراء هذه الاغتيالات؟ لا أدري إذا كان صوتي في أو فيما مضى كان هناك في صدى بالصوت أو تسمعونيش أو أني لم أستطيع إيضاح الرسالة. أنا لا أدري لماذا لا تفصلون. نقول لا نفصل بين قضية الرجل والوصول إلى الفاعل وبين الفعل السياسي والاستراتيجية التعز. افصلوا، يعني لا تتحدث لي من تعز أنك وصي على تعز، تحدث بصفتك الشخصية. كلنا ننتمي لليمن ولا تعز، نتحدث بصفة شخصية وبقليل من التواضع. ركز معي ماذا أقول لك. لا ندخل في الأوراق وإننا سنتوه. القضية قد تكون جريمة ونصل إلى الفاعل. الفاعل هذا استخدم هذه الصراعات لتنفيذ عملية. نحن علينا الحذر والاستعداد، يعني نضع سيناريو فعل. والقضية مش دوكم حالة. نحن سندخل مع حالات قادمة، وحتى إذا ما فيش حالات قادمة نضع سيناريو في حال أنه تصاعدت عملية الاغتيال. ما هي الخطة في حال أنها متقطعة؟ ما هي الخطة في حال أنه تم الدعشنة لتعز؟ ما هي الخطة؟ نحن لا نتحدث الآن أنك من الداخل ونحن من الخارج. نحن نعيش في الداخل وننتمي للمدينة وندافع عن هذه المدينة، ولكن أقول لا تفصل، تقول سنضيع الحدث. قضية ما هيش جريمة فردية. حتى إذا هي جريمة فردية يمكن أيضا التدخل في هذا التوقيت والقيام بجريمة ثانية ونحولها إلى ظاهرة. بالتالي نضع سيناريو فعل فردي، الاستعداد لعمليات متعددة، المدينة كل دي يعني في تعز لما حوصرت. من يعمل هذه الخطط دكتور عبد الباقي؟ هذه الخطط الفردية التي تتحدث عنها، من المسؤول عن يعني ترتيبها وعملها؟ إذا كانت الأجهزة الأمنية غير مدعومة، إذا كانت أقسام الشرطة غير يعني لا يوجد لديهم حتى عربة يتنقلون بها. طيب إذا نقول لماذا لا توجد لديها عربة؟ لماذا لا يتم دعم مدينة تعز؟ لماذا لا يتم استعادة السلاح بالغربي وتشغيل ميناء المخاء؟ لماذا يتم طرد أبناء تعز من الشمال؟ لماذا تحاصر المدينة؟ من له مصلحة في ذلك؟ نحن لا نقول ولا نتبلى على دول التحالف. دول التحالف تستنزف مدينة تعز لتنفيذ استراتيجيتها. بالتالي لا نتكلم عن خيال. تعز مدينة كل الناس يقولون لا تأخذ شهر
في إعادتها. وبالتالي الحديث عن نقص مياه، نقص كهرباء، سلاح، دعم الأمن، تعز مدينة مسالمة، مدينة مسالمة ولديها وعي مرتفع، بالتالي السيطرة، وهناك ما يسمى بالذاكرة الوطنية تحمل ذاكرة الدولة، يعني أنت الشعب المواطنين يعني يحافظون على الدولة وعلى الاستقرار، ونحن نبقى نحافظ عليها بهذا الحديث. طيب. أما تتحدث لي أنه كأنني أتحدث عن جريمة قتل وحمل السعودية، نحن نتحدث هناك جريمة سيتبعها جرائم، أو أن هذه الجريمة يتبع البحث الجنائي مجرى، ونحن نأخذ الاحتياط في حال ما يتم اتخاذ أسلوب عدن. نعم. طيب أستاذ أحمد شوقي، تابعنا لا شك الصحوة الكبيرة والاستنكار الشديد من أبناء تعز عندما يعني ذهبوا بجنازة عمر دوكم، وكان هناك فعلا غضب عارم داخل تعز، وخرجوا ربما الآلاف وعشرات الآلاف في شوارع تعز تندد بهذه الجريمة. هل باعتقادك هذه الصحوة ستنعكس إيجابيا للحدنا هذه الاغتيالات والكشف عن المجرم الذي يقوم بهذه العمليات والذي يراد أن يحول تعز إلى حمام دم؟ أخي الكريم، أولا أود أن أشير للدكتور عبد الباقي أن هذا الكلام الذي أقول به لم آتي به من بيتنا، وإنما هو بناء على ما يعني معلومات أولية أو ما طرحه علينا الأخ محافظ المحافظة اليوم في لقائه مع إعلامي المحافظة. نعم. نحن طرحنا هذه القضية وبشدة، ونريد أن نعرف من هم مرتكبي هذه الجريمة وما هي دوافعها، وطرحنا حول مسألة مسلسل الاغتيالات والقتل المتسلسل المتوقع حدوثه في تعز. هو تحدث عن أن جرائم الاغتيالات حتى الآن بما فيها عمر دوكم، جريمة قتل عمر دوكم، لم تتضح فيها أبعاد سياسية حتى اللحظة لم تتضح فيها أبعاد سياسية، وأن ما تم الحصول عليه من معلومات أولية يشير إلى أن هذه الجريمة هي جريمة فردية كما ينفي الدكتور عبد الباقي. في حال حدوث معلومات أو حصولنا على معلومات تختلف عن هذا الكلام، نحن سنطرحها وبقوة وسندافع عنها. وأنا حينما أتحدث بلفظة نحن، فإنما أتحاشى كلمة أنا، فأرجو أن الدكتور فقط أن يتوقف عن التقييم المسبق والقناعة المسبقة، ولا يتحول الموضوع إلى جانب شخصي أو يعني جدل شخصي. طيب. أما بخصوص صحوة أبناء تعز، فأبناء تعز طبعا هم شعروا أنهم استهدفوا في عقلهم حينما استهدف عمر دوكم. نحن نتحدث عن أحد الشباب الذين كان لهم أدوار مؤثرة وأدوار جدية وجديدة وقوية جدا في التنوير وتقديم خطاب إسلامي معتدل. الأستاذ عمر دوكم خلال فترة الحرب كان له خطاب شجاع في مواجهة أعمال البلطجة ومواجهة أعمال القتل ومواجهة أعمال إفراغ، أحيانا إفراغ قيمة المقاومة وقيمة الدفاع عن الدولة من قيمتها، عفوا إفراغ المقاومة والدفاع عن الدولة من قيمتهما، وتحويل المسألة وكأن ما كان يقوم به الحوثي حرام وما سنقوم به قد بموازاة ما يقوم به الحوثي أو ما سنفعله والأفعال التي تشابهت فلا بأس إذا كانت من المقاومة، ولكن هي حرام إن جاءت من جهة الحوثي. هذا الرجل الشجاع، هذا الرجل النبيل كان يتحدث بضمير الناس بشكل عام، وبالتالي الناس خرجوا حبا به وأسفا عليه، وأيضا صدمة بما حدث له من اغتيال. نعم. الإشكال اليوم أن مثل هذا الخطاب الآن، خطاب المهاترة، هناك تحريض مقابل. نحن لا نقول بصراحة، هناك تحريض من مثلا من بعض الأشخاص أو بعض المجموعات باتجاه معين، وهناك تحريض مقابل من مجموعات. طيب. أخرى من الاتجاهات قد تكون باتجاه آخر. طيب سيد أحمد، هذه التجاذبات هي. نعم. التي عملت على إخماد القضية خلال اليومين الماضيين. نعم. كانت. طيب. القضية مشتعلة، لكن أحمد لضيق الوقت أمس واليوم القضية. نعم. أخمدت بسبب هذه التجاذبات. نعم. طيب دكتور عبد الباقي شمسان، سؤال أخير فقط، يعني ما حدث في عدن من عمليات اغتيال ربما أنتج واقع بقوى خارج إطار الشرعية ومدعومة. البعض يقول الآن يراد لتعز نفس السيناريو، تبدأ بالاغتيالات ثم دعم قوى خارج إطار الشرعية وتصبح هي المتحكمة في تعز، وما يعني في المحصلة النهائية يعني سيناريو عدن ينتقل تماما إلى تعز وإنتاج قوى خارج الشرعية هي المتحكمة في تعز. قلنا أن سيناريو عدن التصفية الهدف منه تصفية يعني الوجود الجماعة التجمع عليهم الإصلاح والتيار السلفي المعتدل وهيمنة يعني جماعة الإمارات السلفية المدخلية بشكل واضح على المسجد وعلى الأعلام وأمنيا، هذا مختلف. الهدف هنا تهيئة المناطق الجنوبية، تعبية عقائدية إعلامية عسكرية
لفك ارتباط ولإضعاف السلطة. تعز صحيح الاغتيال سينتقل، لكن الهدف هو أن تكون المدينة حقل لصراع وتصفيات قادمة. نحن لا ندخل الأوراق ولا نقول أن هذه الجريمة حتى لو كانت شخصية أنا أستطيع أحولها إلى سياسية، نعم. ولا نحمي، لكن نحن عندما في حالة حرب وفي حالة مدينة مستنزفة نضع سيناريوهات. شكرا. لا مكان للنيات النقية. تعز المخطط لها أن تكون أرض لمواجهات بين القوى. لا يريدون التجمع عليهم الإصلاح أن يكون القوة الأولى، ولا يريدون الحوثي أن يستمر بنفس القوة. عليهم أن يتواجهوا هنا، وحتى ما يسمى بهويات الصراع تكون ما يسمى صراع هويات مركب، بمعنى سني شيعي وطني ملكي تحت فوق، كل هذه الصراعات. شكرا لك. والدليل أنهم خلقوا نزوع، يعني حالة من النزوع لأبناء المناطق الجنوبية طاردة. أشكرك دكتور، وضحت هذه النقطة. نعم، انتهى الوقت. تحاصر المدينة. من هنا علينا، نعم، أن نتعامل بكثير من العقلانية وبكثير من الاحتياط والتخطيط لهذه المدينة. شكرا جزيلا لك أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الباقي شمسان، كنت معنا من اسطنبول. والشكر أيضا للكاتب الصحفي أحمد شوقي. أحمد كان معنا من تعز. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، وأيضا في التنسيق الزميلة إلهام عامر. كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاء حر بنفس الموعد ونفس الزمان. حفظكم الله والوطن.